هذه المنافسات الشيقة. نبدأ البداية وشوطنا الأول الرئيسي ذهب إلى أطياف سعيد بن ضاحي بن محمد المزروعي، حيث حققت المركز الأول بست دقائق وثانية واحدة وسبع أجزاء من الثانية لتحقق الانتصار في أول أشواط تمهيد المرموم لهذا الموسم بالنسبة لأشواط أبناء القبائل. أما الشوط الثاني ذهبت الجوري بالناموس والتحدي في لحظات مميزة ليحيى بن صغير بن قنون بن يرادة الاجتبي على الفوز والانتصار بست دقائق ثانية واحدة وتسعا من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز. أما الشوط الثالث يأتي محذر حيث حقق التوقيت الأفضل والأجمل في انطلاقات هذا اليوم لهديها للفوعة الناموس والانتصار لسالمين بن دغاش بن محمد العامري، حيث حقق خمس دقائق 59 ثانية وثمان من الأجزاء من الثاني. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. أما الشوط الرابع وخاتم الجولة الأولى ذهب شاهين لسالم بن سيف بن غدير العرياني بالفوز والانتصار والناموس بست دقائق ثانية واحدة وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الانتصار وسلام عيناوي سلام لألف الهزع. أما الشوط الخامس مشاهدينا الكرام وكانت الجولة الثانية وبدينا بالمحليات الأصائل من الأبكار. أتت الذيبة هذه العملاقة السلالة القوية لحمد بن سعيد بن غصنة العامري، حيث حقق التوقيت زمني مقدار 6 دقائق ثانيتين وتسعة أجزاء من الثواني وتنحدر من سلالة شاهين المهيري. أما الشوط السادس فكانت وهيلة لمحمد بن عبيد الفهيدة المري، حيث انتزعت المركز الأول وأهدت السلامات لأهالي المملكة العربية السعودية بست دقائق وثانيتين وستة من الأجزاء من الثواني. تهانينا على هذا الانتصار والتحدي. أما الشوط السابع يصل الريان ليهدي هالي مضيبي في سلطنة عمان هذا الفوز والانتصار بست دقائق ثمان ثواني وجزءا وحيدا من الثانية. تهانينا لمالكة سالم بن غافل الجحافي. أما الشوط الثامن يلبي ملبي النداء لينستمتع بالمركز الأول ويفوز محمد بن سالم بن شوين المنصوري ويقطع المسافة في ست دقائق ثانية واحدة وستة من الأجزاء من الثواني. تهانينا على هذا الانتصار وهذا الناموس. أما الشوط التاسع نسير إلى مصانع الجنوب ويأتي محمد بن حمد بن حميد الدرعي رعيق حير يهدي الفوز والانتصار لهذه الرقيعات بتوقيت زمني مقداره ست دقائق خمس ثواني أربعة أجزاء من الثانية لتفوز نجود بهذا الشوط. أما الشوط العاشر فتأتي هيلمان ويأتي عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري هالي الوثبة ينتزعون هذا الشوط بالفوز والانتصار بست دقائق ثلاث ثواني وخمسة من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. أما الشوط الحادي عشر وصل مكلف لمالكة غاصب بن محمد المزروعي، حيث قطع المسافة في ست دقائق عشر ثواني وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس يا أبو محمد على هذا الانتصار. أما الشوط الثاني عشر يأتي العابر ليعبر الناموس ويعبر الحدود نحو مدينة العين وإلى زاخر ويأتي سيف بن شلثم الخيالي بست دقائق أربع ثواني خمسة أجزاء من الثانية لتحقق الانتصار مع العابر في هذا اللقاء. أما الشوط الثالث عشر فوصل هملول ويأتي كذلك من مصانع الجنوب ويأتي من ميدان القوع مع عبد الله بن سلطان بصريدي الدرعي ست دقائق ثلاث ثواني وخمسة من الأجزاء من الثانية. وتأتي هملولة بهذا الانتصار المميز والجميل والرائع في آخر الجولات. أما الشوط الرابع عشر وصلت بلشة لعبد المحسن بن محمد الفهيدة المري من أهالي المملكة العربية السعودية بست دقائق خمس ثواني بالوفاء والتمام والكمال وأهلا بالأشقاء دائما في كل وقت وكل حين. أما الشوط الخامس عشر فوصل شاهين لعلي بن سالم بن سعيد أو علي بن سعيد بن سالم الرميثي من أهالي السمحة لينتزع المركز الأول بست دقائق سبع ثواني وأربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأهل السمحة وأهل الطف على هذا الانتصار. أما الشوط الختامي فكان البنتلي على موعد مع تحقيق الانتصار لسالم بن حمود الهاشمي، حيث حقق ست دقائق تسع ثواني وأربعة أجزاء من الثانية لينهي مشاهدين الكرام انطلاقات سباق هذا اليوم ويهدي الناموس لمالكة على هذا الفوز والانتصار. والناموس يا البنتلي على كل ما صار وما حدث في ميدان المرموم في صباح هذا اليوم. إذا مشاهدين الكرام 16 شوطا انتهت في مرحلة البداية ويوم الصغار يوم المفاجئ. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء بكم في نفس الموعد في الساعة السادسة والنصف مع دبي ريسينج ومع سباقات الهجن وسن الإذاعة. التحية تتجدد لكم من الأستاذ تيسير شنابله ومن طاقم العمل الفني كامل لدى قناة دبي ريسينج والنقل الخارجي. تحياتي محدثكم من أمام المايك حمد بضبيب الشامسي. إلى اللقاء.